واليوم مبروك لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان مع مدير الفني الكوف ابن النادي الاهلي البار كابتن طارق خيري. نقول لك الف الف مبروك. كوارتر للنسيان الاولاني، كوارتر الثاني بدانا، ها الثالث ولا اروع، الرابع شابوه، الله الله على الجمال. كوارتر الرابع مليون مبروك الفوز النهارده 68-65 في مباراه امتعت جميع الناس الحاضرين النهارده في الصاله المغطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ده توفيق من عند ربنا كبير جدا ان انت تبدا الجيم وحش في اوفنس وديفنس. يعني احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش شوط سيء بالشكل دوت اوفنس وديفنس. معرفش كان قلق، توتر، قلقانين من الجيم، وارد يعني القصه دي. الحمد لله رب العالمين، دي معدن اللعيبه دي اللي انا دايما بقولها، حتى وهم وحشين بيقدروا يتماسكوا، عملوا كومباك للجيم، عاملين جون فتره، عاملين جود ديفنس، جود فاست بريك. ده يعني بشكرهم عليه. مجمل دي خطوه، احنا مش عايزين بس نبقى مفرطين في الفرحه. طبعا الماتشين مهمين جدا مع فرقه الصغيرين والكبار بتوعهم، فرقتين محترمين، دي يعتبر 50%. ان شاء الله عندنا جيمين بكره، واحد من الاثنين يبقى الحمد لله رب العالمين نكسب البطوله. اثنين، انا بلعب النهارده عندي جمال فجاه عنده مزق في عضله الاليا من ماتش الزمالك واحنا ما نعرفش. يعني تخيل ماتش الزمالك الاولاني وقع عليها كدمه جامده جدا، لعب عليه الماتش الثاني، وبعدين لعب سبورتنج وبعدين مريح بقاله كل ما يلعب، امبارح رحنا عملنا اشعه في مصر طلع مزق. فكانت بالنسبه لي الصدمه. ورامي جنيدي جاي من المنتخب، عنده مش شرخ اجهادي، بدايه شرخ اجهادي، فعندي بلي ميكر تقيل، وعندي جمال لعيب مهم جدا في الفرقه. الباقي بقى كان مؤمن بيشارك قليل، بقى دخل كتير، مشعل بقاله فتره بيشارك، لان انا مجبر ان انا ادخل خمسه جوه ال 12. انا غصب عني زي ما بعمل مع محترف بريحه ساعات كتير علشان مش حافظ لسه شغلنا. احنا ما بنلعبش نورمال زي اوروبا، انت بتلعب نوع بس في مثلا عندك اكسبشن لعيب شويت قوي فانت بتعمل هيلب قليل عليه. احنا في اوروبا مفيش الكلام ده في التود، فانت بتلعب بالمصريين في السلعاوي مجهد جدا، لانه كل الماتشات ربنا يحميه ماشي كويس قوي فعنده شد. طارق كتر خيره الغنام، دايما احنا بنستغله فترات من المباراه على حسب سيتويشن الجيم، لو بوفتات تقيله شويه يقدر يلعب، بوفتات خفاف فبنريحه. انا بشكرهم، وزي ما بقول لك احنا بنقول لهم حتى في احنا افرحوا شويه صغيرين لحد العشاء افرحوا، وعندنا ان شاء الله بكره اليوم الثاني للجيم. جماهير الاهلي منتظره البطوله ان شاء الله. احنا بص حامل اللقب، احنا بعيد عن حامل اللقب، احنا النادي الاهلي اتعلمنا فيه انت بتلعب عشان خاطر الجمهور. يعني مجلس الاداره بيتعب معاك، النشاط الرياضي كله، كابتن رؤوف بصراحه يعني كل حاجه مزللها لنا بالامانه، يعني موفرها، بس في الاخر كل دول بيشتغلوا علشان تسعد الجمهور. مفيش حد بيبقى عايز يخسر واحنا بنزعل، بس في الاخر انت عارف ان انت وراك ملايين كتير متابعه دلوقتي السوشيال ميديا، كل الناس متابعه لايف الماتشات. الحمد لله رب العالمين، اليوم مبروك، وباذن الله يا رب، باذن الله يا رب، باذن الله بكره نحتفل مع بعض ومع مشاهدي قناه الاهلي وكابتن خالد العوضي وكل ضيوفه باللقب الرابع باذن الله، باذن الله، باذن الله ان شاء الله رب العالمين. انا ما اعرفش مين ضيوفه، وانا بسلم على كابتن خالد اخويا الكبير، يا لهوي حبايبي كلهم هناك، سلمنا بسلم عليهم كلهم كباتننا الكبار، وعلي طبعا اخويا الصغير، علي لسه صغير على الكلام ده. مبروك ليهم ولينا ان شاء الله. مبروك يا كابتن، بكره على اللقاء معاك باذن الله ان شاء الله. شكرا يا كابتن. شكرا. لسه مكملين كابتن خالد.